وصل أو وقع في البلاء من قبل حكومة المؤتمر الوطني. يعني سبحان الله هو أعلن الشريعة الإسلامية منذ مجيئه، لكن المؤسف أنه فجأة غلب ضد كل المسلمين في دارفور، وبالأخص أن قبائل معينة ذات انتماء أفريقية وأعلن جهاد ضد الإسلام نفسه اللي هو أعلن تطبيق الإسلام، تطبيق الشريعة الإسلامية، هو أعلن يعني جهاد ضد المسلمين. ونحن في دارفور مسلمين على الفطرة، ولكن لا بد مننا يعني عندنا الحقوق، حقوق التاريخية، حقوق دارفور الإسلامية. ودارفور مرت في كل الأديان، مرت بالوثنية، مرت بالمسيحية، ومرت بالإسلامية، وركزت فيه الإسلامية الآن منذ قضى قرون. ولكن حكومة المؤتمر الوطني الآن هو يجاهد الإسلام هو بنفسه، نهيك عن المسلمين، يجاهد الإسلام بنفسه، هو يقول لا إله إلا الله، وأننا نقول لا إله إلا الله، والمذهب واحد، والكتاب واحد. إذن الحرب أصبح حرب سياسية. ليه؟ لأنه كل شعب سوداني قاتل أخواننا الأشقاء في جنوب السودان بحكم نصرة الإسلام، ولكن تأكد أنه غرضه ما كان غرض إسلامي، غرضه غرض إبعاد الزنود بيد من إخوانهم وبالتحريض بالطريقة الإسلامية. يعني وحتى الآن هم خاطين جد أنه أي زول في دارفور أو في السودان ما ينجح في مشواره السياسي هو كعربي، وإلا يدعى أنه الإسلام هو سبيله، لأنه ناس مؤمنين بالله ورسوله. وأيضا الوطن برضو قال ما هو الدولة إنه يكون فيها المسيحيين والمسلمين وناس. وصلنا الآن إلى قرية كرديتو، ولا الآن على حسب اللي اختلط الأمن بدارفور، استغلوا الاندويت على أراضي الناس وسوا حواكر الناس وقرى الناس، والآن هم سكنوا وبدوا يعملون الجواليس والقطاطي. الصور الذي أتينا هنا وكما تشاهدون الآن زي ما حصل والآن اللي يحدث، والآن نحن وصلنا على اتمكننا عن طريق التسلل، عشان نأكد لكم الصور اللي بأكد إنه الناس زي المستوطنين يهود وصلوا لأراضي الناس بالفعل يعني، وده كما تشاهد يعني. وشكرا. Thank you.